بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم حصة تفاعلية مع سورة المطففين من الآية 15 حتى الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم، شوف النون بدخلها في الراء، إدغام كامل، عن ربهم، عن ربهم يومئذ، برضو إدغام كامل، التنوين بص هنا، شوف النون دخلتها في الراء، التنوين دخلته في اللام، ده اسمه إدغام كامل، إدغام، والإدغام هو إدخال حرفين في بعضهما، ساعات يكون في غنة وساعات ما في غنة، هذا إدغام بدون غنة يا أحمد، إدغام بدون غنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أسمع بلال، امسك المايك. كلا إنهم، ها، إنهم عن عر ربهم يومئذ لمحجوبون. ها، من يقول؟ من يقول؟ تاني. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غن النون. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من يقول؟ تفضل يا ليث. كلا. كلا إنهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا لا لمح تفضل يا أحمد. كلا إنهم يومئذ عر يومئذ لمحجوبون. أحسن، تفضل يا عبد الله. كلا إنهم عن رب يومئذ لمحجوبون. أحسنت. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا انتبه. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. هنا غنة وهنا غنة، الميم والنون حرفين يغنان، كل واحد منهم بيغني بمقدار حركتين، الميم المشددة والنون المشددة يا سلطان. إذا رأيت الميم والنون هما الحرفان اللذان يغنان فقط، الميم والنون وهم جاء معا. ثم إن دول الأغاني، الغنة تخرج من الخيشوم يعني الأنف. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم أسمع مازن. ثم إنهم لصالوا الجحيم. أسمع ريان. ثم إنهم لا غن النون والميم. ثم إنهم كمل. إنهم لصالوا الجحيم. تاني. ثم إنهم
صال الجحيم. أحسنت عبد الملك. ثم إنهم ثم إنهم لصالوا الجحيم. أسمع سلطان وبعده عبد العزيز. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ده شكلك بتبقى قاعد نايم يا سلطان. يلا ثم إنهم. قل ثم إنهم. إنهم لصالوا الجحيم. أحسنت خلاص نكتفي نجيب الآية اللي بعد. ثم من مشدد ثم أروح لحد ألاقي نايم ما هو معي. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي الذال الذال ولسان ثم والثاء. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أحسن. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم يا براء نعم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. غن الميم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم الميم مع الباء إخفاء شف. كنتم به الميم مع الباء بعملها إخفاء شفه أقول كده. كنتم به كنتم به هنا إخفاء في النون وإخفاء بالميم مع الباء. كنتم به تكذبون. كنتم به ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لا إن كتاب هنا مد منفصلة بمقدار أربع حركات ساعات اثنين ساعات أربعة ساعات خمسة أو ست. كلا إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الباء بتقلقل. الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. بدخل التنوين في الميم إضغاء. كتاب مرقوم. عبد الله ما هو كتاب. لا دخل شيل التنوين وحط ميم. كتاب مرقوم. اسمعك بقى وانت بتقولها بصوتك الجميل. امسك المايك. كتاب مرقوم. رائع. عد للسلطان. ادعت للسلطان. كتاب مرقوم. هذا ايه هو الادغام. حولت التنوين لمين. كتاب مرقوم. لا كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ضم شفايف. كتاب مرقوم. لا ايه في البق. كتاب مرقوم. بوم مرقوم تاني.
مرقوم. عبد الملك، كتاب مرقوم. ضم شفايفك. كتاب مرقوم. مازن، كتاب مرقوم. إلى هنا نكتفي بهذا القدر من الحصة التفاعلية. لا تنسى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.